انت شايف ازاي اللي هي اقامه السوبر الافريقي في دول غير الدول اللي هي كسبت؟ يعني بتعمل في دول عربيه زي في قطر وفي حته تاني في السعوديه احيانا، وما بتعملش في الدول الافريقيه. انت شايفها ايه من وجهه نظرك انت؟ طبعا يعني تعللها بايه؟ لا ملهاش سبب. يعني احنا لما عملنا 92 كاس السوبر قلت لسيادتك ان اخترنا بلد في الاول، وجا من بختنا ان كوت ديفوار كان احد طرفي اللقاء فكان فيها ناس. السنين اللي بعديها عملنا نفس، لعبنا في ارض محايده، اعتقد في سنه كان الترجي مع نادي من كونغو اسمه سينوغراف اعتقد او حاجه كده، سنه 95 اعتقد، وكان المفروض وكنا اخترنا القاهره، كنا فاكرين هيبقى فيه فريق مصري، ساعتها ما جاش فريق مصري وما قدرناش نلعب في القاهره لان خوفنا هتبقى فضيحه. هل دي اختيارات مجامله او عدم فهم او ما فيش تنظيم او العمليه ماشيه؟ المشكله يعني ان احنا بنعمل زي اوروبا، ان احنا بنلعب في ارض محايده، لكن افريقيا مش زي اوروبا. افريقيا القاره كبيره جدا، والاتصالات خطوط الطيران صعبه، والامكانيات الماديه بالنسبه للجماهير انها تسافر ورا فرقها مش بسهوله. دي في اوروبا سهل جدا ان تنتقل من حتى من ايرلندا لروسيا ممكن 3-4 ساعات هتروح، انت من مصر لجنوب افريقيا هتقعد عاوز 9 ساعات 8 ساعات. فطبعا لقينا يعني العمليه ان احنا ما هياش اصرار على الخطا، فلقينا ان العمليه دي مش هتنفع. بقول سيادتك الماتش بتاع الترجي مع الفريق الكونجولي ده ما قدرناش نلعبه في القاهره، خوفنا نلعبه في استاد القاهره يبقى المنظر وحش قوي، فرحنا لعبناه في استاد اسكندريه على اساس ان يبقى فيه 4-5 آلاف نفر، يبقى العمليه برضو مش بنفس المنظر هنا. وبعد كده قلنا بقى لا احنا هنغير العمليه دي، وزي برضو الماتش الاهلي والزمالك في السوبر. أيوة. كان نص الملعب فاضي برغم ان انت بتلعب اعظم فريقين من بلد واحده، واعظم فريقين في تاريخ البطولات طبعا الافريقيه. طبعا يعني في عشوائيه دلوقتي في القرارات اللي بتتاخد في الاتحاد الافريقي، فاحنا مرجعنا لقينا قلنا نجرب حاجه تانية. فقلنا اما يبقى عندي بطل الابطال الدوري ودي البطوله الاهم، وبطل ابطال الكاس، هلعب البطوله في ملعب بطل ابطال الدوري المفروض، واتلعبت كده لغايه من 2-3 سنين. اما جم بقى عندهم مشاكل في المباراه النهائيه، رجعوا عملوا المباراه النهائيه بتاعت ابطال الدوري، عملوها في ملعب واحد في ارض محايده، وبرضو اتخذت القرارات بتاعت الملعب بطريقه عشوائيه، وقرروا الكاس السوبر في الاخر يتلعب في قطر. قطر طبعا كان فيه كويس ان فيه جاليه مصريه وفي جماهير شاهدت اللقاء، بس عيب ان انا كافريقيا عندي 54 اتحاد واروح العب بره القاره بتاعتي. دي اللي انا مستغرب لها.